تزال العصية تقاوم أشد أشكال الإرهاب في آخر معاقله بحي الصابر وسوق الحوت بعد مواجهات وصفت بالشرسة لانتزاح مساحات كبيرة من قبضة الإرهاب. فعسكريا تواصل قوات الجيش الليبي والشباب المساند لها زحفها مدعومة بسلاح الجو والمدفعية الثقيلة والدبابات في عدة محاور كجنفودة وسوق الحوت والجوارشة بعد تضييق الخناق على مجموعات داعش المعزولة وقطع امداداتهم وضرب عدة تمركزات هامة في صفوفهم. في الوقت الذي تستهدف فيه الجماعات الإرهابية مسلسل استهداف المدنيين بقذائف هاون التي سقطت منها يوم أمس 4 قذائف على حي السلمان و602 لم تسفر عن أضرار بشرية أو مادية، وذلك بعد أن ضيق عليهم الخناق داخل جيوب صغيرة بالتزامن مع غارات جوية ينفذها مقاتلات سلاح الجو. بدورها تنظم القيادة العامة مؤتمرا صحفيا أسبوعيا يتناول فيه المتحدثة العسكرية باسمها أبرز المستجدات التي كان آخرها يوم أمس، وتناول الوضع في جميع المحاور مطمئنا ومؤكدا أن الإرهابيين محاصرون في آخر معاقلهم. يبقى المواطن في بنغازي الذي عايش الويلات في مدينة عانت الإرهاب ينتظر أحر من الجمر إعلان تحرير مدينته والعودة إلى مناطقه وشوارعه بعد أن فرضت عليه حربا لم يتمناها يوما أو يفرضها لنفسه ووطنه. إبراهيم الحنبولي لقناة ليبيا الحدث.